السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد ياسين ابسيستاف ميدل وير. هنكمل مع بعض مواضيع الارك الاي دي اف. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن ارك الاي دي اف سيكوينشال ترين نافيجيشن او ترين نافيجيشن. ايه فكرة ترين نافيجيشن وامتى نحتاجها؟ فكرة الترين نافيجيشن ان احنا بنعمل باوند تاسك فلو از ترين، وبنحط مجموعة من الريليتد بيجز او الريليتد فيو inside this tree. ايه الفكرة؟ الفكرة مثلا انا ناخد example او use case معينة، ان احنا بنعمل form لبنك. البنك ده بيعمل register لنيو كاستمر. احنا في كاستمر جديد في البنك، المفروض نحتاج ان احنا نفتح له نيو اكاونت. فعشان نفتح حساب للكاستمر محتاجين ان احنا نملى مجموعة من الفورمز. يعني نبدأ بيانات الكاستمر، الكونتاكت انفورميشن، الحد الائتماني، نوع الحساب، معرفش ايه، في مجموعه كبيره جدا من الداتا، السيجنتشر بتاع الكاستمر، هل احتاج كريدت كارد ولا لا. المهم في مجموعه كبيره جدا من الاتريبيوت محتاجين نملاها عشان نفتح نيو اكاونت فور كاستمر. المجموعه دي مش هينفع نحطها على وان بيج، مش هينفع، كبيره جدا ومش هينفع تكون كلها على وان بيج. فبالتالي احنا بنعمل ديستريبيوت للبيجز دي او الاتريبيوت دي على ديفرنت بيجز او ديفرنت ريليتد بيجز، بحيث ان ان اليوزر او الداتا انتري او الاكونتنت يبدا يدخل على اول فورم ويبدا يملى البيانات، وبعدين نيكست يروح للبيانات اللي بعديه، نيكست البيانات اللي بعديه، ويبدا ينافيجيت. ممكن يرجع لاول صفحه تاني، ممكن يرجع لاول ولاخر صفحه تاني. المهم يقدر يعني نافيجيت بتوين الديفرنت البيجز، وكل واحده من دول بتسميها الترين ستوب. بنسميه ايه؟ الترين ستوب او محطه توقف القطار. وليه سموه ترين؟ لان هو فعلا بيكون شكل ترين وفي مجموعه من البوينت اور الترين ستوب زي ما هنشوف. تعال نشوف المثال. النهارده طبعا هنشتغل على الجدول الامبلويز. طبعا هو صغير جدا، مش نفس الفكره بنتكلم فيها، بس على اساس ان احنا كلنا تقريبا عندنا الاتش ار، فبعمل حاجه بابليك عشان كل الناس تعرف تشتغل عليها. محتاجين اول حاجه نعمل ايه؟ محتاجين ان احنا نبيلد نيو اي دي اف تاسك فلو، وهنسميها ايه؟ نيو امبلوي تاسك. وده مش هيكون باوند تاسك فلو، بس هيكون من نوع create train، هعمله as train ونقول له اوكي. وممكن ده نحطه فين؟ التاسكس كنوع من التنظيم. ممتاز جدا. محتاجين ايه كمان واحنا شغالين؟ محتاجين ان هو جوه الترين هيملى بيانات معينه زي بيانات الاداره وبيانات الجوب. فاحيانا بنحتاج ان احنا ندخل بيانات الجوب وبيانات الاداره جديده، فعشان ما نخرجش من الترين فالمفروض ان احنا بنعمل ايه؟ نيو تاسك فلو. هنسميه ايه؟ نيو ديبارتمنت. نفس الكلام، بس المره دي هيبقى ايه؟ هيبقى فريجمنت مش ترين، لان ده سب منيو او بوب منيو زي ما خدناه في المحاضره اللي فاتت. طيب تعال ناخد ده الاول، ده اسهل. ناخد ايه؟ محتاجين عشان نبدا نبني اداره جديده هنقول له ايه؟ في الاداره في الاوبريشن هي كرييت انستنس او كرييت انسيرت، وبعد ما كرييت انسيرت هيبدا يعرض الداتا لليوزر. هنسوي نيو ديبت بالمنظر ده. وبعد ما يخلص المفروض ايه؟ المفروض ان هو هيديني اوبشن ان انا اعمل كانسل or save. طب عندي اقدر ان انا اعمل cancel او ان انا اقدر اعمل save. خلاص. وبعدين ببدأ بس اقول له ان ده هيبدأ new transaction بالمنظر ده. وطبعا دول
ده هيبقى البروبرتي بتاعته ان ده كانسل او رول باك، وده هيبقى كوميت. خلصنا الجزء ده كده، خلاص خلصنا ان هو يضيف اداره جديده. تعال بقى نشوف الترين برضو نفس القصه. الترين المفروض هيبدا بايه؟ ان احنا هنسيرت موظف جديد صح؟ فنيجي جدول الموظفين بليز والاوبريشن كريت انسيرت، ده هتبقى بدايه الترين. دخل تاسك فلو. طيب هنبدا بقى نعمل ايه؟ نعمل فيوز بتاعتنا. اول فيو عندنا ايه؟ هنسميها البيزك انفو، وبعدين عندنا الانكم الكونتاكت، وبعدين شايفين ترين بدا يعمل خط كان هنا ترين، كان هنا دي كل واحد من دول هتبقى عندنا ترين ستوب حاليا الانكم و الجوب انفو، وبعدين المفروض ان احنا يبقى في سامري للكلام ده كله، وبعدين يبدا في النهايه يديني نعمل كوميت اور رول باك. ايه اللي بيحصل في ترين؟ ادي كده دول كلهم ترين، دي كلهم اسمهم ترين ستوب، ان دول هيظهروا معانا في ترين. فاول بقول اول ما تبدا ابدا اعمل لي كرييت انسيرت، وبعدين في النهايه اديني اوبشن يا اما هيحصل سيف او هيحصل كنسل. طيب وهنا في الجوب انفو، تعال نكبر الدنيا شويه بقى. في الجوب انفو المفروض ان هو فيها بيانات الاداره، فمن حق ان انا اظهر او اقدر اضيف اداره جديده. فباجي هنا في النيو جوب اللي احنا عملناها، ودراج دروب هنا، وهنا عمل لي ايه؟ عمله لي از ترين ستوب. هقول له لا ده مش نوت ترين ستوب. فباجي عند الاوبشنز واقول له ان ده اول حاجه هيرن از دايلوج اوكي، والحاجه الثانيه ان هو هيظهر في ان لاين بوب اب، عشان يظهر از بوب اب يقدر يزود فيها البيانات. وفي الاخر بقول له ان ده ترين ستوب، بقول له لا ده فولس نوت ترين ستوب، عشان اقدر ايه انادي عليه بس من هنا لما احتاجه انادي عليه مش اكتر من كده. واضيف له طبعا ايه؟ اضيف له الفلو كيس واقول له ده هيديني يديت. كده الدنيا جاهزه عندي. بالمنظر تمام. هنبدا بقى ايه؟ محتاج طبعا ده يكون از فريجمنت عشان يشتغل. نرجع تاني هنا كده بقى جاهز للشغل. الجزء اللي بعد كده المفروض نعمل ايه؟ المفروض نبدا بقى نعمل تابلت عشان نبدا نستدعي من كل الشاشات دي. فما ابدا اجي هنا اقول له ايه؟ نيو فروم جاليري، وانزل عند الويب تير وعند الجي اس اف واقول له اعمل لي اي دي اف بيج تامبلت، اسميها ام تمب مثلا، ودي طبعا اوكي نسميها مثلا على البيجز. نختار هنا نقول له دي هيكون شكلها عامل ازاي، هيكون شكلها مثلا بالمنظر. ناخد مثلا ستاندرد دوت اوكي، ونقول له
ابلاي طبعا الكلر، وهنضيف جزء اللي هو البادي وجزء الهيدر، وممكن نضيف البيج تايتل المنظر ده نيكست و كده. يبقى عملنا ترين ترين وحطينا فيها التاسك فلو، عملنا لها ترين وحطينا جواها مجموعه الفيوز او الريليتد فيوز، وعملنا الديبارتمنت بوب اب ترين بوب اب تاسك فلو، وعملنا التمبلت بالمنظر ده. هنبدا بقى الجزء اللي بعد كده ان احنا نعمل ايه، نعمل دراج ودروب الكومبوننت جنريتد بيجز، ودراج الداتا كنترول. هنبدا ناخد اول صفحه بيزك انفو، ودي هتبقى في البيجز تمام، ودي هتعتمد على التمبلت اللي احنا عملناه. وهنجنريت اقفل ده مش محتاجينه، وبعدين جنريت كل الصفحات من نفس التمبلت كده. خلاص كل الصفحات بقت جاهزة وفيها التمبلت بتاعنا. يجي عند التمبلت بس نضيف الفيس بتاعتنا، نضيف هنا الفيس بتاع أول واحدة اللي هو البادي، وهنا هنضيف الفيس اللي هو الخاص ب الهيدر المنظر. نعمل سيف، نفتح تاني اول واحده البيزك انفو، هنيجي عند الامبلويز دراج دروب هنا از فورم. ادي الجزء الاولاني او از فورم. محتاجين ايه؟ مش محتاجين غير الاول ثلاثة بس، المنظر ده الاي دي والفيرست نيم واللاست نيم. طيب في الاي دي عايزينه يبقى سيكونس، يبقى شغال سيكونس. يبقى هنعمل ايه؟ هنيجي في البدايه تاني نرجع عند الامبلوي انتيتي اوبجكت، عند الجافا، وبعدين هنقول له كرييت والاكسسوار بالمره، وبعدين هنيجي عند الكرييت في الكرييت هنا اقول له ايه؟ هقول له ان عندي السيكونس سيكونس امبل مثلا سيكونس، سوينا نيو سيكونس امبل. سيكونس امبل محتاج حاجتين، ان انا محتاج اسم السيكونس في الداتابيس، ومحتاج الدي بي ترانزاكشن داتابيس ترانزاكشن. اسم السيكونس ايه في الداتابيس؟ المفروض ان اسمه نجيبه من الداتابيس، ننزل عند السيكونس اسمه امبلوي سيكونس، ناخده كوبي عشان برضه ايه الدنيا تمام، ناخده كوبي ونيجي هنا. يبقى ده اسمه، وبعدين هنقول له set امبلوي اي دي سيكونس دوت نيكست جيت السيكونس نمبر تمام. تعال نشوف الجيت ده عباره عن ايه، بيرجع انتجر، المفروض ان هو بيرجع انتجر، المفروض ده احوله انتجر. طبعا هنا عشان عايزين نعمل ايه، عايزين نحول من الاوركل جي بي يو الدومين للانتجر. فطبعا هنعمل ايه، يا اما ندخل نغير التايب هنا، او ان احنا ممكن نيجي هنا نقول له ايه اوركل دوت دومين
دوت بي او دوت دومين دوت نمبر، هنسميه مثلا ايه ان مثلا، هيساوي ان السيكونس دوت جيت سيكونس نمبر. وبعدين هنيجي نقول له خلي بالك ان الان دي دوت تو انتجر، كده خلاص هيحول لنا ايه الفاليو انتجر. كده المفروض ان هو هيعمل سيكونس مجرد ما عملت كريت. الخطوه بعد كده المفروض بقى ايه، نعمل فريش وناخد اول واحد الامبلويز، وقلنا هناخد اول ثلاثة بس اللي هي البيزك انفو، والبيج الثاني اللي هي مثلا الكونتاكت نحط فيها الكونتاكت انفو اللي هي مثلا ايه الايميل والفون، والانكم هنضيف فيها الكوميشن والسالري، واخر حاجه اللي هي الجوب انفو هنحط فيها ايه بيانات الجوب انفو زي الهاير ديت الجوب والمانجر اوكي والنوت، او ممكن نخلي النوت دي في الاخر. واخر حاجه طبعا هي السمري دي اللي فيها الملخص، انزل فيها كل الداتا هنا از ريد اونلي ما عدا النوت، ممكن النوت نحطها لوحديها بالمنظر ده. بحيث يقدر يسجل النوت براحته. طيب ناخد بقى نرجع تاني للجوب انفو، هنشيل الديبارتمنت دي مش عايزينها، ونيجي عند جدول الديبارتمنت ناخد رقم الإدارة وتدروب هنا as a single choice selection، الداتا سورس عند الامبلويز، والليست هتبقى الديبارتمنت، وهيظهر الديبارتمنت نيم عشان نعمل ايه ليست اوف فاليو المنظر ده. فاضل بس حاجه بسيطه قبل ما ننهي الجزء بتاع المحاضره بتاع النهارده، ان انا هديله بوتن بوتن هنا عشان ايه يبدا ينسيرت نيو ديبارتمنت، وده المفروض هيعمل ايه، هيعمل كول للنيو ديبارتمنت، زين ايه اخر حاجه اوكي بارشل سبميت ترو، يوزر ويندو ترو، الستايل خليه زي ما هو انلاين زي ما هو مفيش مشكله، ونعمل كوميت وكده المفروض ان الدنيا ايه ان شاء الله تمام. في السمري يكون عندي بطن للكوميت، سيف، وده هينادي على الكوميت او سيف، وبطن تاني للكنسل ده نفس الكلام هيدي كنسل المنظر ده، والاتنين هنعمل له جروبينج سراوند ويز بانل جروب لي اوت يبقوا جنب بعض،
كده ان شاء الله يكون الجزء بتاعنا سهل. ان شاء الله في المحاضرة الجاية بقى نبدأ نتكلم عن الترين والترين باتون والترين نافيجيشن، وازاي نقدر نحط ترين، وازاي نبدأ نشتغل ونعمل المسج. هنشوف ده ان شاء الله في المحاضرة الجاية. اي سؤال اي استفسار تابعونا على ابس صف. ان شاء الله نتقابل مع الدرس القادم بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله.